كيف نتخلص من السيئات الجارية بعد التوبة؟ علينا أن نتعوذ بالله منها، أعوذ بالله من هذه الذنوب والآثام، نلجأ إلى الله كي يحفظنا منها. قال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلنا أن ندعو الله أن يجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم الصحبة الصالحة، ثم الابتعاد عن موطن تلك الذنوب.